حفيد اللي هو رياضي كبير. غادي نشوفوا واحد الصور في هذا الروبورتاج، وراه كنهضر مني سي الدراري الصغار والناس اللي كيتخلعوا ما يشوفوهمش، ومن بعد غادي نشوفوا حفيد فوق الخشب. معكم عبد الحفيد المحورك، 28 سنة، مدينة تازة. جيت نقدم لكم عروض في رياضة التحدي والخوارق. يعني هاد رياضة التحدي والخوارق يعني كتعتمد على واحد القوة، وهاد القوة إلهية من عند الله سبحانه وتعالى، يعني قوة داخلية وقوة خارجية. القوة الداخلية يعني كناكل الزاج، الحديد، الخشب، النار. أما القوة الخارجية يعني كنجر جميع العربات بواسطة العين، الأنف، وكنجر بالشعر. يعني هاد رياضة التحدي والخوارق كتطلب واحد لونطخيمو يوميا وقوة تركيز، وباغي نطورها ونتحدى بها النفس نتاعي ونحطم عدة أرقام قياسية إن شاء الله. إنكم في العلبة الصوتية. We'll be right back.
عرض لحفيد اللي دائما كيبقى فخور بمغربيته. شفنا الجزء الاول في الموقف ديال دوزيم فين جر ثلاثه ديال السيارات كبار بعينيه، والان شفنا واحد العرض واحد اخر اللي انا ما بقيتش كنلقى الهضره، ما كنفهم حتى شي حاجه. سولت الصديق ديالو البارح اللي ما كانتش عندي فرصه باش نتكلم مع حفيد، سولت الصديق ديالو قلت له شنو هادشي، واش كتحضروا الارواح، واش كاينه شي حاجه؟ قال لي ما كاين والو. وحفيد رجل مؤمن كيصلي الصلوات ديالو كاملين، كيفيق يصلي الفجر، انسان بسيط في مدينه تازة عنده الخدمه ديالو، كيتسنى غير شويه ديال الدعم والعنايه باش يقدر يتفوق في مجالات اخرين يعني، ويقدم عروض واحده اخرى. شكرا. واش انت ما قدرتي تقول والو وكتحنزز فيا انا نقول؟ شو غادي تقول الراجل؟ الراجل واخا تقطع الماكله في كاع في المغرب هو راه عنده. اجي واش الحيوط اللي عندكم سالكين ياك؟ الحمد لله خويا. عرفتي شنو؟ انت ما خليتي صينيه، ما خليتي كاس، ما بورتابل كلاش، عمرك لا تصاحب معايا. انا راه واخا تعيط لي ما انا ما نقولش كنعام. شكرا، ما كنت شي حاجه. سبحان الله. بغيت نسول سي حفيظ، ربما عندكم واحد البطل عالمي في تازة في نفس سميتو، الى السميه ديالو يعني مدينه تازة فيها ابطال يعني. البطل العالمي الاول اللي اكتشف هذه الرياضه، كنشكروا بهذا المنبر هذا البطل العالمي ادريس كوراد. ادريس كوراد. وكاين ابطال اللي جاوا مورا، حماد بوعزايل ولد عم حسن بوعزايل، كاين عبد اللطيف القميري، ادريس القميري، وعبد الرب عبد الحفيظ المحور. يعني مدينه تازة كتعطي مجموعه من الابطال، والاضافه لواحد البطل لهذه المدينه هذه الدار البيضاء عبد العزيز الصالحي، والاضافه لبطل اخر عبد السلام دخانه. واللي كنشير مع المنبر يعني انا كنطلب من هاد الابطال هذه، هاد الابطال هذوم ان شاء الله نجتمعوا ونديروا يد في يد ونمثلوا المغرب في احسن تمثيل، تكون جماعه هاد الرياضه هذه ونوهزوا الرايه الوطنيه خارج الدول ان شاء الله. بس عليك عبد الحفيظ، وشكرا لك على مرورك ببرنامج بغيت ندوز في دوزيم. غادي نمشيو الان مباشره باش